السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من شرح منهج علم الاجتماع للصف الثاني الثانوي. معكم محمود الشاذلي من قناة الوفد التعليمية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الوحدة الثانية، المجتمع والوحدات المكونة للبناء الاجتماعي. تعالى نبدأ مع بعض في الموضوع الأول وهو الخاص بالبناء الاجتماعي. تعالى نبدأ مع بعض ونشوف البناء الاجتماعي ده بيكون من إيه. أول حاجة هنتكلم فيها في البناء الاجتماعي هو تعريف البناء الاجتماعي. يعني البناء الاجتماعي بيقول ان البناء الاجتماعي هو كل مترابط متفاعل من انماط الجماعات الاجتماعيه، من نظم سائده في المجتمع، من ادوار اجتماعيه يزاولها الافراد والجماعات. يعني كده يبقى البناء الاجتماعي عباره عن كل مترابط متفاعل من انماط جماعات اجتماعيه اللي هي عباره عن الجماعه زي الاسره زي المدرسه، النظم السائده داخل المجتمع. اي مجتمع لازم يكون موجوده مجموعه من النظم الاجتماعية زي النظام مثلا السياسي، النظام الاقتصادي، النظام التربوي، والأدوار التي الاجتماعية التي يزاولها الأفراد هي مجموعة من الأدوار أو السلوك اللي بيمارسه الأفراد. تعال نشوف مع بعض مكونات البناء الاجتماعي. مما يتكون البناء الاجتماعي؟ قال البناء الاجتماعي يتكون من أنساق مترابطة ومتفاعلة فيما بينها داخل هذا البناء الاجتماعي. الأنساق دي يا ولاد هي بمثابة نظم اجتماعية أساسية وضرورية لبقاء هذا المجتمع واستمرار. يبقى هذه الأنظمة هي أساسية وضرورية لبناء هذا المجتمع واستمرار. ودينا أمثلة واحنا بنعرف مع بعض البناء الاجتماعي زي نظام العائلة والنظام السياسي والاقتصادي والتربوي إلى ما آخره من الأنظمة الضرورية لبناء المجتمع واستمرار. طيب تعالى نتكلم عن حاجة تانية دلوقتي وهي خصائص هذا البناء الاجتماعي. خصائص يعني مميزات موجودة داخل هذا البناء. البناء أولا، أول خاصية عندي هو كل متكامل أو نسيج متشابك الأجزاء تتداخل وتتفاعل عناصره مع بعضهما البعض. يعني إيه الكلام ده؟ يعني البناء الاجتماعي الموجود عندي العناصر متداخلة مع بعض، ما أقدرش أشوفها إلا مع بعض. يعني لو جينا اتكلمنا عن البناء الاجتماعي زي ما إحنا عرفناه مع بعض، يتكون من أنماط جماعات اجتماعية، ده واحد، صح كده؟ اتنين، اتكلمنا عن ايه؟ عن انظمه. ثلاثة، اتكلمنا عن ادوار. انا ما اقدرش ادرس الثلاثه دول لوحدهم، لازم يكونوا مع بعض. عشان كده تاني بقول ان خاصيه البناء الاجتماعي الاولانيه هو كل متكامل او نسيج متشابك الاجزاء تتداخل وتتفاعل عناصره مع بعضهما البعض. تعال نشوف مع بعض الخاصيه الثانيه. اتنين، لا يلاحظ بشكل مباشر فهو يستدل عليه من خلال العلاقات الاجتماعيه بين الافراد. هذا البناء الموجود داخل المجتمع انا ما بشوفوش مره واحده، عشان كده لا يلاحظ بشكل مباشر. طب بشوف ازاي؟ من خلال العلاقات الاجتماعيه الموجوده داخل الافراد. يعني اعرف مثلا ان انا لما اجي اتعامل داخل البيت في نظام بيحكمني، يبقى انا شفت النظام ده ازاي؟ ها، من العلاقات الموجوده داخل الاسره مثلا. يبقى اذا لا يلاحظ بشكل مباشر فهو يستدل عليه من خلال العلاقات الاجتماعيه بين الافراد. تعال نشوف مع بعض الخاصيه الثالثه. مستقر وثابت نسبيا ويستمر فترات طويلة من الزمن. خاصية تاني مرة، مستقر وثابت نسبيا ويستمر فترات طويلة من الزمن. يعني ايه الكلام ده؟ البناء الاجتماعي لازم يكون مستقر، والثبات اللي بيكون موجود فيه البناء الاجتماعي هو نسبي. يعني ايه نسبي؟ يعني ما بقاش على طول، لازم يتغير، والتغير هنا بيكون بسيط وبيقعد فترات طويلة من الزمن. فالاستمرار هنا بنسميه استمرار دينامي متغير. زي ايه كده بالظبط؟ زي تجديد البناء العضوي. طالما انا عايش تمام فالخلايا الجسم تتجدد، ده بناء جسمي. طب الاستمرار الثاني اللي هو الاستاتيكي، ده الاستمرار اللي هو جامد، ده عامل زي استمرار مبنى من المباني الموجوده عندي. فانت بتبني ست ادوار مثلا بتقف عند الحد ده، ما تعرفش تبني تاني، تمام؟ يبقى الاستمرار اللي هنا موجود في البناء الاجتماعي هو استمرار دينامي متغير وليس استاتيكي. طب كده ده خصائص البناء الاجتماعي. تعالوا نشوف مع بعض عنصر تاني وهو أهمية دراسة البناء الاجتماعي. احنا ليه بندرس البناء الاجتماعي مثلا؟ أولا بيساعدني البناء الاجتماعي في الكشف عن واحد، عناصر القوة داخل المجتمع. اتنين، عناصر الضعف داخل المجتمع. طب هيفيدني ايه لما أعرف عناصر القوة داخل هذا المجتمع؟ هيتم تقويتها. طب هيهمني ايه ان انا اعرف عناصر الضعف داخل المجتمع؟ هيتم مقاومتها. اتنين،
تساعد في توجيه الجهود المبذولة لتنمية المجتمع. أنا لما أعرف شكل البناء الاجتماعي أعرف الأنظمة الموجودة فيه، أعرف الجماعات الاجتماعية الموجودة فيه، أعرف الأدوار اللي بيمارسها الأفراد داخل المجتمع. ساعتها لما يكون المجتمع ده متدني شوية هحاول إن أنا أعليه أو أعمل له عملية تنمية. رقم 3 عندي من أهمية البناء الاجتماعي، توفر المعلومات الدقيقة عن تاريخ هذا المجتمع وأحواله. يعني أنا لما أجي أدرس البناء الاجتماعي يا أولاد هعرف تاريخ المجتمع المصري مثلا في فترة الأربعينات، فترة الخمسينيات. طب تعرف الكلام ده ازاي؟ تعرف التاريخ ده ازاي؟ لما أجي أدرس شكل البناء الاجتماعي اللي كان موجود فيه في هذه الفترة داخل المجتمع. طيب تعالوا نشوف مع بعض، هنتكلم عن حاجة جديدة دلوقتي، وهي هنتكلم عن المكانة الاجتماعية اللي هو المركز الاجتماعي بتاع حضرتك أو الدور الاجتماعي كمتطلبات عشان اقدر افهم البناء الاجتماعي. لان خلي بالك انا لما جيت اتكلمت معاك وقلت لك ان البناء الاجتماعي عباره عن كل متفاعل مترابط من انماط جماعات، من ادوار بيمارسها الافراد، من نظام داخل المجتمع، فانا عشان اقدر افهم شكل البناء الاجتماعي بتاعي لازم على الاقل ادرس حاجه من الحاجات دي. او هنفهم الكلام ده، هندرس اولا المكانة الاجتماعية والأدوار الاجتماعية. تعال نبدأ مع بعض بالمكانة الاجتماعية. ما المقصود بالمكانة الاجتماعية؟ بيقول إن المكانة الاجتماعية هي عبارة عن الوضع الاجتماعي لفرد ما بالنسبة لغيره من الأفراد. المركز اللي يشغله الفرد داخل المجتمع بتاعه. إزاي؟ زي الأب كده لما يكون موجود بالظبط في الأسرة. ده وضعه الاجتماعي. طب أنا مثلا إيه وضع الاجتماعي بالنسبة لغيري من الأفراد؟ أنا مدرس. الطبيب وضعه إيه الاجتماعي بالنسبة لي؟ طبيب بيعالجني. اذا هو ده الوضع الاجتماعي بالفرد بالنسبه لغيره من الافراد، دي المكانه الاجتماعيه. طب هل المراكز او المكانه الاجتماعيه دي ليها انواع؟ ليها نوعين. تعال نشوف مع بعض. اول نوع عندي بسميه المكانه الموروثه. المكانه الموروثه دي قال لي هي المكانه اللي بتنتقل للفرد من خلال انتمائه لطبقه او اسره معينه. تاني كده، المكانه الموروثه دي هي المكانه التي تنتقل للفرد من خلال انتمائه لطبقه او اسره معينه. يعني بمعنى اصح مش بيسعى الى تحقيق هذه المكان، هو اتولد ولقى نفسه كده. زي ابن الملك بيكون امير. النوع الثاني من المكانات مكانه مكتسبه. المكانه دي بقى دي اللي بيصل اليها الفرد بمجهوداته، او بمعنى اصح خبرته او مستواه التعليمي. زي المدرس، زي الطبيب، زي الضابط، هو تعب عشان يقدر يوصل للمكانه دي. طيب ايه هو الدور الاجتماعي؟ بقول ان الدور الاجتماعي هو نمط منظم لسلوك الفرد او وظيفته داخل الجماعه الاجتماعيه، اللي بيحدد على اساسها الواجبات الاعضاء او مسؤولياتهم تجاه الجماعه الاجتماعيه. طب تعالى كده ارجع معايا، انا مكانتي ايه كداخل المجتمع؟ قلت لك انا مدرس. يبقى دوري الاجتماعي ايه؟ سلوكي داخل الجماعه ايه؟ وظيفتي داخل الجماعه ايه؟ ايه هي واجباتي؟ ايه هي مسؤولياتي؟ ان انا اقوم بتعليم الطلبه او شرح المنهج للطلبه، يبقى ده دوري الاجتماعي. الدكتور سلوكه ايه؟ ها بيعالج المرضى. طب الضابط دوره ايه؟ اللي بيحمي الافراد. المحامي دوره ايه؟ بيدافع عن الناس في القضايا المختلفه. اذا ده هو ده الدور الاجتماعي. يبقى الدور الاجتماعي هو مجرد سلوك فرد او وظيفه للفرد داخل الجماعه الاجتماعيه بتاعته. واجباته ايه؟ مسؤولياته ايه نحو الجماعه الاجتماعيه؟ يبقى احنا كده اتكلمنا عن اول متطلب من المتطلبات اللي انا اقدر من خلالها افهم البناء الاجتماعي، وهو الدور الاجتماعي والمكانه الاجتماعيه. طب تعالى كده نشوف مع بعض، هندخل على الدرس الثاني اللي عندي وهو الجماعات الاجتماعيه. مثال للجماعه الاجتماعيه وهي الاسره. الاسره دي عباره عن ايه؟ فردين موجودين او اكثر، اللي عباره عن ابناء. بيحدث داخل الاسره ايه؟ تفاعل اجتماعي؟ علاقه اجتماعيه؟ ايوه. تاثير انفعالي؟ ماشي. نشاط متبادل؟ تمام. عشان كده داخل الاسره هنلاقي في ادوار وفي مكانه اجتماعيه. مكانه زي الاب، الام ليهم مكانه خاصه داخل الاسره. طب الدور، دور الاب داخل الاسره ايه؟ ها انه يقدر يصرف على البيت او يحمي افراد البيت. اما ده دور الام، يبقى ليها دور. يبقى اذا هي دي الجماعه الاجتماعيه، هي دي الجماعه الاجتماعيه. يبقى اذا الجماعه الاجتماعيه هو تجمع فردين او اكثر بينشا بينهم تفاعل اجتماعي، علاقه اجتماعيه، تاثير انفعالي، نشاط متبادل، اللي على اساسه تحدد الادوار والمكانه الاجتماعيه. طب يا مستر، هل اي فردين ممكن يكونوا مع بعض جماعه اجتماعيه؟ لا طبعا، لازم يكون في شروط يجب توافرها عشان نقول دي جماعه اجتماعيه. طب تعالى كده نشوف مع بعض هذه الشروط التي يجب توافرها لقيام الجماعه الاجتماعيه. اول شرط عندي بناء، وجود بناء او هيكل تنظيمي داخل الجماعه الاجتماعيه.
طب اديني مثال كده عشان ابقى انا عارف. تعال نشوف مع بعض المدرسه تعتبر جماعه اجتماعيه، او جماعه اجتماعيه عشان بينهم ايه، ها ارجع كده معايا، تفاعل اجتماعي، ها علاقه اجتماعيه، تاثير انفعالي، نشاط متبادل. طيب فين بقى البناء الاول، هيكل ده يا مستر؟ ها هنلاقي في المدرسه عندك المدير، تحتيه الناظر، تحتيه الوكيل، تحتيه المعلمين، تحتيه الطلبه. يبقى ده كده عامل زي هيكل او بناء. هي دي اول شرط عندي من شروط قيام اي جماعه. اتنين، لازم يكون في نوع من انواع التفاعل بين هذه الاعضاء. داخل المدرسه لازم يكون في تفاعل، داخل الاسره في نوع من انواع التفاعل. يبقى شرط تاني عندي هو وجود درجه من التفاعل بين الاعضاء. ثلاثه، وجود مصالح مشتركه بين الاعضاء، اعضاء الجماعه لازم يكون ما بينهم مصالح مشتركه. وهنلاقي الكلام ده موجود عندي كمان في المدرسه. مصلحه المدرسه ايه؟ ان هم يخلوا الطلبه متفوقين، يبقى في مصلحه مشتركه. تمام. اربعه، توافر الشعور بالانتماء داخل الجامعه. طبعا انا كفرد مثلا داخل الاسره لازم اشعر بالانتماء، ده داخل المدرسه بتشعر داخل الانتماء. يعني لما تيجي تخش مثلا مسابقه اوائل الطلبه بتقول ان انت داخل بتمثل اسم المدرسه اللي انت فيها، طب ما انت هنا هتشعر بالانتماء. يبقى اذا القيام هذه الجامعه او الجامعه لما تيجي تقوم ليها عده شروط. تعال نرجعها كده سريعا. واحد، وجود بناء او هيكل تنظيمي. اثنين، في درجه من التفاعل بين الاعضاء. ثلاثه، مصالح مشتركه بين الاعضاء. اربعه، شعور بالانتماء داخل الجامعه. طيب تعالوا نشوف مع بعض، هل هناك تصنيف للجامعات او في انواع للجامعات؟ علماء الاجتماع يا اولاد صنفوا الجامعات الاجتماعيه الى نوعين. النوع الاول عندي الجماعه الاوليه، والنوع الثاني الجماعه بسميها الجماعه الثانويه. طب احنا هنعمل مقارنه بينهم من حيث العدد، عدد الافراد او التفاعل، وهندي عليهم امثله. تعال نبدا مع بعض بالجماعه الاوليه. العدد، قليله العدد، عدد الافراد فيها بيبقى صغير. طب هديك انا المثال عشان خاطر نطبق عليه العدد والتفاعل. هندي مثال زي الاسره. تعال اي اسره موجوده هنا، موجوده عددها قد ايه؟ اثنين، الاب والام والابناء، يعني العدد هيبقى صغير. تمام. التفاعل، ايه اللي بيحدث التفاعل ما بين الافراد؟ اللي بيجمع ما بين افرادها العلاقات الشخصيه او الاتصال الشخصي المباشر، اللي هو اتصال وجها لوجه. الروابط العاطفيه هنا هي اللي بتبقى مقابله ليها لهذه المجتمع او هذه الجماعه. يبقى اذا التفاعل اللي بيحدث هنا ما بين الافراد داخل الاسره كمثال، تمام، هي علاقات شخصيه، هي اتصال مباشر شخصي او اتصال وجها لوجه، بيربطهم مجموعه من الروابط العاطفيه. واحنا قلنا المثال زي الاسره او الاقارب او الجيران او القريه او جماعات الاصدقاء. يبقى دي كده الجماعه الاوليه. طب تعالى نشوف مع بعض الجماعه الثانويه، هندي عليها مثال مثلا زي النادي او الحزب السياسي او التنظيمات. العدد فيها اولاد بيكون كبير او كثير نسبيا. التفاعل اللي بيحدث داخل هذه الجماعه هي عباره عن تجمع ما بين افراد بينهم مصالح، زي ما احنا قلنا فوق لازم يكون في شرط من شروطها مصالح شخصيه، يبقى هنا تجمع ما بينهم مصالح، اهداف علميه خاصه، علاقات الرسميه ما بينهم تبقى علاقات غير مباشره، فالافراد هنا بيشاركون فيها بقدر اللي بيحقق مصالحهم الشخصيه. يبقى انا عندي الجماعات الاجتماعيه نوعين، يا جماعه اوليه يا جماعه ثانويه. العدد قليل بالنسبه للجماعه الاوليه، هلاقي الجماعه الثانويه العدد كتير. التفاعل داخل الجماعه الاوليه بيجمع ما بينهم علاقات شخصيه، الاتصال الشخصي المباشر، الاتصال وجها لوجه، او ما بتربط ما بينهم روابط عاطفيه. لو رحت الناحيه الثانيه للجماعه الثانويه هلاقي ان بتجمع ما بين افرادهم هؤلاء بعض المصالح او الاهداف العلميه الخاصه. العلاقات هنا تكون رسميه بس مالها، قلنا غير مباشره، غير مباشره بينهم مصالح شخصيه. طيب تعالوا نشوف مع بعض جزء ثاني، وهو العلاقة بين الجماعة الأولية والجماعة الثانوية. هل الجماعة الأولية والجماعة الثانوية زي الأسرة أو المدرسة مثلا، ده الأمثلة اللي احنا اديناها من شوية، هل بينهم علاقة؟ طبعا. ازاي يا مستر؟ تعالى نشوف مع بعض. قال العلاقة ما بين الجماعة الأولية والجماعة الثانوية هي علاقة متبادلة، يعني كل جماعة تؤثر في الأخرى وتتأثر بها، كل جماعة تؤثر في الأخرى وتتأثر بها. طب ما تديني كده أمثلة عشان نعرف. تعالى ندي مع بعض مثال ازاي الجماعه الثانويه بتاثر في الجماعه الاوليه، والعكس الجماعه الاوليه بتاثر في الجماعه الثانويه. نبدا مع بعض بالجماعه الثانويه. الجماعه الثانويه ازاي بتاثر في الجماعه الاوليه؟ قال لي الجماعه الثانويه بتاثر في شكل ووظيفه الجماعه الاوليه. طب وضح لي، اديني مثال. هاجي اقول لك ان دور الاب في الاسره بيتاثر بدوره داخل العمل زي مقدار الدخل، يعني مقدار الفلوس اللي بيدخله داخل البيت هو هنا متاثر بايه؟
في مكان عمل. يبقى اذا هنا الجماعه الثانويه اللي هو زي العمل بيأثر في شكل وظيفه الجماعه الاوليه اللي هو زي دور الاب داخل الاسره. طيب تعالوا بقى نشوف العكس، الجماعه الاوليه ازاي بتأثر في الجماعه الثانويه. قال الاب يتأثر في عمله بمشكلات البيت، يعني ما يعرفش يشتغل كويس او ما بيركزش في شغله كويس طالما ان في مشكلات في البيت، يبقى ده تأثير الجماعه الاوليه في شكل او في وظيفه الجماعه الثانويه. يبقى دي كده العلاقه بين الجماعه الاوليه والجماعه الثانويه. انا كده اكون خلصت معاكم مراجعه او شرح لمنهج الباب الثاني في علم الاجتماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.